الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه يا نصير المستضعفين يا نصير المستضعفين من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأل وأنت صاحب الكرم والجود يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبعفوه وكرمه يتعلق الراجون يا إلهنا إلهنا وربنا يا ولي نعمتنا يا ونخشاه ونحذره بردا وسلاما علينا كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم يا ساتر العيوب يا غافر الذنوب يا من يبدل العسر يسرا والظلام نورا نحمدك يا ربنا اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تفرق بيننا وبين أهلنا يوم القيامة اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع النبي محمد وأصحابه يا ولا تجعلنا عبيد امتحان اللهم خذ بأيدينا
عطاء ولا تأخذ بأيدينا إليك بالبلاء صرفنا من مصلانا هذا إلا بذنب مغفور وبسعي مشكور وعيب مستور وتجارة لم تبور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا قد فررنا بذنوبنا وآوينا إليك جئناك تائبين مستغفرين فاقبل توبتنا وامحو حوبتنا واغفر ذلتنا. اللهم اغفر ذلتنا واغفر ذنوبنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعله خالصا لوجهك الكريم وتقبله منا يا رحيم واجعل جوائزنا النظر إلى وجهك العظيم. اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك العظيم يا عظيم يا والقيام وقراءة القرآن ولك الحمد أن بلغتنا ليلة القدر ولك الحمد على كل حال فجعلنا يا ربنا عندك من المقبولين الفائزين وبشرنا بروح وريحان وجنة نعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين.